الآن وحصريا هذه الشهر أهم صدفة إهداء من جدتك وخالاتك وخوالك وأم أريم إلى الخريجة نوف السلامي مواليد ملكة بالفرح اكتب قوافة زاهية بن السطور فيك يا الحلوة الأميرة وشاب اكتب من جديد الخبر جانا ونغني بصوت ابزع جهور جينا نتباشر لعينك يا الله اكتب يا القصير ألف مبروك التخرج والسعد باسمك فخور ايه يا يوم التخرج والسعد عن يوم عيد ايه يا يوم التخرج والسعد عن يوم عيد بالفرح اكتب قوافي زاهية من السطور بالفرح اكتب قوافي زاهية من السطور فيك يا الحلوة الأميرة وشاب اكتب من جديد الخبر جانا ونغني بصوت ابداع جهوري جينا نتباشر لعينك يالله اكتب يا القصيد ألف مبروك التخرج والسعد باسمك فخور ايه يا يوم التخرج السعد عن يوم عيد ايه يوم يا نوف السلامي عقب شدة الأمور واصله قمة طموحك من بعد جهد جهيد بالتخرج ثانوية تطلب الشخص الصبور وانت اللي لك جهود في نجاحك تزيد هي النجمة المضيئة تعطي وسط الليل نور طلتك تسمى وتبقى فارقة والله شهيد طلتك تسمى وتبقى فارقة والله شهيد هي المهرة الأصيلة بحسنها غني السرور قاصر وصف المدايح لو كتبنا هالقصيد قاصر وصف المدايح لو كتبنا هالقصيد ألف مبروك التخرج بالسعد غنى الطيور يا طيور السعد خذي يومك الغالي السعيد تكتب الأجمل رواية بالتخرج والسرور والهقاوي في قصص الفضل رفع العبيد تكتب الأجمل ثمانية سبعة ستة ثمانية